فإذا مرضت فهو يشفي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لهذه العائلة الطيبة المحترمة دكتور عقيل. احنا جينا في سبيل الله بدون اي مقابل دكتور عصمت وعقيل، جزاكم الله خيرا في سبيل الله، نعالجكم بدون مقابل، بس اريد ترجعوا استدلاك على توحيد على منهاج نبوة، دراويش، شيخ، نقشبندي، شاذلية، صوفي، كلهم اي لاف يو، نحب كلهم، كلهم طيبين. واعتصم بحبل الله جميع ولا تفرقوا، انا طبيب، ليس نبي وليس اي شيء، انا رجل بسيط. دكتور هيتل thank you so much for this family. He gives to Sri Lanka. I need help. Too much people here for Sabilillah. I am not come to here for the money, something. I am come to fi Sabilillah. In Sri Lanka, I help the Muslim people and another people. Any people he sick, in the tire, I can help him. I am not Nabi. I am doctor. I am nothing. I am only sabab for him. Allah, he sent some barakat for him. He need help the people. I send you في سبيل الله. الآن أكتا كرولان إن شاء الله بدون إن شاء الله. الآن no listen no speaking. أخرس وأخرس الآن بإذن الله في سبيل الله. Now good إن شاء الله. Now in Sri Lanka. Now no speak no now إن شاء الله speak بإذن الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على الله أكبر الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا في أهم تأمرين صلواتك على ابن سفيان خمر شيء صلوات. All people tell اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على قائدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم. الله أكبر يا حبيبي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.